تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارع قاسم والشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، انعقدت الجلسة الثانية لشورى أطفال الشارقة في دورته 16 تحت شعار خدمة المجتمع قيادة في مدارس الإمارات الوطنية بمجمع الشارقة. سعدنا اليوم بمشاركة شورى أطفال الشارقة بدورته 16. تحدثنا عن التنمر وما هو التنمر بالنسبة للأطفال والاختصاصيين والمعلمين وأيضا أولياء الأمور، وكيفية آلية التبليغ في حال وجود مواقف يتعرض لها الأطفال للتنمر، وما هو التصرف الصحيح، وأيضا كيف ما هو دور المتفرجين بالتأثير السلبي أو الإيجابي ودعم المتنمر ومساعدة الضحية. ناقشت الجلسة الثالثة للدورة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص وهند البدواوي مستشار نفسية في نيابة الأسرة والطفل بدائرة القضاء بأبوظبي وهنادي اليافعي مديرة إدارة سلامة الطفل بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبمشاركة 60 عضوا من شورى أطفال الشارقة لمناقشة محور لنكن أصدقاء محاربين للتنمر بهدف تمكين الأطفال من مناقشة القضايا المؤثرة والمهمة التي تعنى بهم وباليافعين وتنشئتهم تنشئة صحيحة. هاي الظاهرة ازدادت بشكل كبير في هالفترة وخصوصا التنمر الإلكتروني، فيبنا خبراء ومختصين في هذا المجال عشان نحن نتناقش معاهم في هذا في القضية. كان في وايد أسئلة دارتها في رؤوس النواب وأيضا الجمهور الكريم اللي حضر من المدارس. طبعا الأسئلة تم إجابتها مثلا عن التنمر وهالأشياء وحالة الطفل من المستشارة هند البدواوي، والمقترحات اللي إن شاء الله بتتنفذ مع إدارة سلامة الطفل وأشياء خاصة بالمدرسة مع المستشارة عليا شمسي. اليوم استفدت إن كيف أنشر الوعي واللي ما أكون متنمر واللي إذا يتنمر عليه أصير أبلغ المعلمة أو المشرفة. شورى أطفال الشارقة يسعى إلى ترسيخ مبادئ السلوك القائم على احترام آراء وحريات الآخرين والمبادئ الإسلامية والقيم الرفيعة. حياكم الله، ويستمر حديثنا حول الجلسة الثالثة لشورى أطفال الشارقة، واللي طبعا يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف للحديث عنها أكثر الأستاذة نورة شامسي مدير إدارة رعاية الأطفال بالإنابة. يا هلا ويا مرحبا بك أستاذة نورة، مساء الخير. مساء النور، أهلا. يا هلا مرحبا أستاذة نورة. في البداية خلينا نتكلم عن شورى أطفال الشارقة، نتكلم عن هذا المجلس وأبرز أهداف هذا المجلس لمن لم يتعرف عليه بشكل سابق. طبعا احنا شورى أطفال الشارقة انطلقت أول دوراته في العام 1997 برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين. شورى أطفال الشارقة يعد إحدى مبادرات أطفال الشارقة اللي هي يعتبر بمثابة مجلس برلماني يجمع الأطفال المنتسبين للمراكز التابعة لأطفال الشارقة. نعم. وطلبة المدارس في الإمارة. طبعا يشكل شورى أطفال الشارقة عن طريق الانتخاب الحر لسنتين متتاليتين، ويتم عقد 4 جلسات في كل دورة تتناول طبعا المواضيع والمحاور مختلفة. نعم. يهدف شورى أطفال الشارقة إلى توعية الأطفال بالحياة النيابية في الدولة، تحقيقاً لرؤية الإمارة في صنع قادة المستقبل من خلال تثقيفهم وإشراكهم في العملية التشريعية. نعم. وأيضاً ترسيخ مبادئ الشورى والسلوك القائم على احترام آراء وحريات الآخرين. جميل. بالإضافة إلى تنشئة جيل واعٍ مثقف مدرك لواقعه وقضاياه، وايضا قادر على عرضها وطرحها والمساهمه في حلها، بجانب طبعا قرص روح المسؤوليه عندهم من الصغر. جميل. نتكلم الان، طبعا وصلنا ما شاء الله للدوره 16 واللي مثل ما ذكرت يمكن تاتي تحت شعار خدمه المجتمع قياده. خلينا نتكلم اكثر عن هذه الدوره 16 وعما يحمله ربما هذا الشعار من دلالات.
طبعا احنا هذه الجلسة جاءت استكمالا لجلسات الدورة السادسة عشر، واللي تحظى هذه الدورة بأهمية خاصة. طبعا لان احنا شرفنا خلال الجلسة الأولى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، نعم، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بافتتاح أول جلسات هذا المجلس، هذا المجلس انعقاده 16. وأكد سموه في خلال كلمته التي وجهها إلى الأطفال عن أهمية دور الأطفال في تطوير مجتمعاتهم، نعم، للوصول بها لمستقبل أفضل يخدم الإمارة ويخدم الدولة. وأيضا طبعا إحنا في هذه الجلسة كانت عندنا غاية وايد مهمة اللي هي استهدفنا فيها أطفال الشورى، وهم طبعا اللي اختاروا الأطفال المحور، نعم، اللي هو كان عن التنمر. مثل ما تعرفين ويعرف المشاهد أن التنمر هي قضية واردة جدا للطفل يتعرض لها في المدرسة، صحيح، أو خارج نطاق المدرسة، صحيح، أو حتى يشوفها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبكثرة في هذه الأيام نورا. أكيد، نعم، أكيد. فالأطفال حبوا أنهم يتكلمون عن محور التنمر خلال هاي الجلسة. وطبعا قبل الجلسة قدمنا لهم ورش عشان نعرفهم أكثر عن التنمر. نعم. لأن تعرفين في الأطفال الحين اللي يقولك إذا مثلا ضربوا يا إخواني قالهم يتنمرون علي، صح، ففي معلومات خاطئة عنهم، صحيح، بالفعل في مفاهيم خاطئة لابد من تصحيحها ربما للأطفال وتعريفهم بماهية ربما التنمر واختلافه عن ربما أشكال السلوك الخاطئة الأخرى. عموما كل الشكر لك لك أستاذة نورة الشامسي مدير إدارة رعاية الأطفال بالإنابة على مشاركتك معنا في هذه الحلقة، وكل التوفيق بالتأكيد لشورى أطفال الشارقة. شكرا. شكرا جزيلا.